تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم بمناسبة تحقيق مملكة البحرين نتائج متميزة خلال مشاركتها المشرفة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وحصولها على أربع ميداليات وتسجيلها رقما قياسيا جديدا في تاريخ منافسات الأولمبياد بسباق 3000 متر موانع للسيدات